هتواصل معكم اكيد عبر صباح الشروق، وادعونا نشاهد هذا التقرير عن تكريم نظاره الشكريه بقريه جوز القلاحيب. اصلا هي تعارف للشكريه في جميع انحاء البطانه، فالدعوة طبعا دعوة من أهل القلاحيب لنظار البطانة وعمد ومشايخ البطانة، وبالشكل هي أساسا ربط للنسيج الاجتماعي، ربط للنسيج الاجتماعي في المنطقة، فليس هي دعوة لعنصرية أو قبلية أو جهوية، بل المقصود منها هي تفعيل للدور الأهلي بين المجتمع السوداني، المجتمع السوداني بجميع اطيافه. المناسبه العامه دي يعني نحاول نجمع القبيله وخاصه الشباب، يتعرفون بعضهم على بعض، وقبيله قريه القلاحيب هي اصلا يعني قريه طرفيه من الناحيه الشماليه لحدود شرق النيل، فدرنا الشباب يحاولوا يتواصلوا مع اهلهم في المحلات البعيده من الشكريه من الناحيه الجنوبيه والشرقيه والغربيه وعموما قبيله الشكريه. نحن طبعا مرحبين بالساده الضيوف، هو ممثل دائرة القضارف الشيخ أحمد حمد أبو سين. بعزوك الشكاري اللي قنعهم هضليم، النجم العشير ومارقت بيضيم، لذلك حناضل مو شراب قضيم، يا بطانة النظارات الممتة ساسة، وسايدي قاعدة تاريخ عن جدودنا وناسة، إن صالت خيولها ودقوا ليها نحاسة، بتضوق الجبالك لو قلم لو حناسة. نحن العزة هي ندقة النقارة، نحن صغارنا فوق الموت بعرض بطارة، نحن العندنا العمد المكوك ونظارة، نحن اليوم ملاحمنا الجوان فضارة. ابشر والله نحن الفيها فاتحة ديارنا مي مكفولة، مش مع ضيفنا بيك ابدم صنام مو فولة، الخوان ليه قلوبنا شد ممهولة، واجتازانا في الميدان ما ياخذ الجولة، يا بطانة الما بعرف خوف فرسان وتامين الكيوف، صغير هنا الفوق الكتوف بتباشر ان شاف الضيوف. ابشر والله ابشر للغاشي برموها الردوف، ابشر والله فرسان اللغه النجب وكرام النزه، اصحاب العقول الوافره واهل العزه، كم لله فيك افضل المحاسبه يبرزق قاضي نسره والفرس العنود انجزه. سعنا كثيرا بهذا الاحتفال الذي جمع كل مكونات المجتمع في محلية شرق الجزيرة بجميع قبائله وبيوته وأطرافه، وكان الاجتماع يعني بيمثل تجمع سوداني أصيل، فيه رسالة واضحة من قرية على بعد 15 كيلو من النيل شرق مدينة العيدج، لترسل رسالة للخرطوم لأن الشعب السوداني شعب يأمل في السلام وإصلاح الحال. هي نحن في قرية أهل القلاحيب الليلة فرع من فروع الشكرية العريقة، هم أبناء الشيخ عوض الكريم وشاع الدين والدتوين، وحقيقة أهلنا في القلاحيب
ابتدروا هذه البادرة الطيبة لتجميع أو التعارف للتواصل لفترة الغياب الطويل لفروع الشكرية الممتدة في بقاع السودان المختلفة. نحن نعتبر دي هو ما تكريم حقيقة، تكريم للقبيلة كلها، ما تكريم لقياداتها، لكن بنفتكر أنه الخطوة دي خطوة حقيقة يعني فكروا فيها شباب متفاعلين مع التطور التاريخي والتطور السياسي والتطور الاجتماعي في هذه المنطقة. احنا من الآن بنعتبر أن القلاحيب هي مركز بداية انتقال لكل قبائل الشكرية الممتدة على طول أنحاء السودان إن شاء الله، للتواصل وللتآدد ولجمع الكلم إن شاء الله. Yo.